هو بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف استاذ اسامه اسماعيل، مدير اداره الاعلام في اتحاد الكوره من روسيا. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، منورنا اكيد في تايم اوت. وفي البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك اخر استعداد منتخبنا الوطني الاول للقاء اوروجواي ان شاء الله. منتخبنا تدرب اليوم في ميعاد الساعه 5 بعد الظهر عند استاد احمد ارينا. شارك فيه جميع اللاعبين، وكان اول مره محمد صلاح ينزل ارض الملعب بعد اصابته اوروبا. طبعا ادى تدريبات فرديه لسه بدات التدريبات الجماعيه، لكن كلنا اطمئنين عليه ان هو عاد الى الملعب، وان شاء الله مساله مشاركته في المباريات يعني تخضع الى حسابات يعني كثيره سوف تتحدد ان شاء الله، سواء او عدد مشاركه او نسبه من المشاركه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله. يعني لحد دلوقتي لسه ما تمش حسم الامور بالنسبه لمحمد صلاح، هل هيلحق بمباراه اوروجواي ولا لا؟ سيتم الحسم يوم الاربعاء ان شاء الله. نقدر نقول اساسا هل يشارك محمد صلاح في التشكيل الاساسي او في قيمه المباراه يعني على مقاعد الاحتياطيين، او يخرج بره قيمه المباراه تماما، يعني ده متروك طبعا لنشوف حاله صلاح. رغم عزمه رغم روحه العاليه، لكن من اساسا مصلحته وصحته واللي يكون في احسن حال، عشان ما قدر الله ما نستعجلش على نزوله الملعب او مشاركته في المباريات فيحدث ما لا يحمد عقباه فيما بعد. صحيح. هل بقى عبد الله السعيد جاهز دلوقتي ان هو يشارك بعد طبعا ما كان عنده احساس بالاجهاد الفتره الاخيره زي ما شفنا؟ شوفي يا استاذه، اي شيء بيعنيه اي لعيب في المنتخب فيما عدا محمد صلاح فدي كلها مسائل مقدور عليها ولا تعوق عن اداء التدريبات والمشاركه في المباريات. يعني اذا كان في اجهاد، اذا كان في ارهاق، اذا كان في في جهاز طبي وجهاز فني متكامل بيعالج الحاجات دي وفق احدث النظم العالميه بالفعل يعني. فان شاء الله باذن الله ما فيش قلق من الجانب ده، كل لاعبتنا في حاله جيده وفي مستوى جيد ومؤهلين للمشاركه في المباراه. استقبال الجمهور بقى لبعثه منتخبنا الوطني الاول كانت عامله ازاي، وبالاخص لمحمد صلاح؟ والله دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا يعني هنا الشعب الشامي شعب خلوق وشعب طيب جدا، وبتنعكس عليه الطبيعه الهادئه للمدينه اللي احنا فيها، مدينه كروزني، على تصرفاته وعلى اخلاقه الحاليه. احنا في اول يوم وصلنا امبارح، كان اليوم كان حسب نظام البطوله ان كل فريق لازم يكون فيه تدريب مفتوح للجمهور. صحيح. بتذاكر مدفوعه الاجر طبعا بتصب في خزائن اللجنه المنظمه. احنا فوجئنا اساسا ان هناك 5000 متفرج اشتروا التذاكر وكانوا في استقبال منتخب مصر في المدرجات وهتفوا لمصر، وكانوا محضرين الاعلام المصريه واللوحات اللي المكتوبه باللغه العربيه، في منظر جميل جدا على الرغم من ان كان ميعاد التدريب قبل الافطار بساعه واحده. ومع ذلك وهنا الشعب كله اساسا حريص على فريضه الصيام يعني. صحيح. كانوا كلهم سابوا الكلام ده وقعدوا وشجعوا وقعدوا واستمروا الى نهايه التدريب. المفاجاه كده ان الجمهور او ال 5000 مشجع اللي اشتروا تذاكر وحضروا بكثافه وملوا مدرجات الدرجه الاولى في استاد احمد ارينا، كان بيتقدمهم رئيس الجمهوريه رمضان قادروف. ودي كانت مفاجاه لينا، حتى انه هو شفناه كمان اخذ محمد صلاح في جوله جوه الملعب. هو لكن حضرتك تخيلي لما سال على محمد صلاح وعرف ان هو مش موجود مع الفريق وان هو كان بيأدي تدريبات علاجيه في صاله الجيم في الفندق، اصر ان هو يروح بنفسه للفندق ويجيب محمد صلاح ويجي عشان يحيي الجمهور اللي جاي. طبعا ده كان مشهد كان جميل جدا اكيد طبعا، وبينعكس نفسيا على اللاعبين وعلى الفريق ككل، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفقهم ويفرحوا مصر كلها باذن الله، ويفرحوا الشيشانيين اللي بيأكدوا لنا في كل موقف كانت معاهم ان هم اساسا بيشجعوا
مصر في البطوله. اهم تعليمات هيكتور كوبر للاعيبه منتخبنا الوطني اول من ساعه ما وصلوا لروسيا، ايه هي اهم التعليمات؟ والله مستر كوبر هو كعادته يعني راجل حاسم جدا، منظم جدا، منضبط جدا، وده منعكس على جميع اللاعبين. كله بيحترم المواعيد، كله بيحترم النظام، كله منضبط الى اقصى ما تتصوري. ده الحل، هذا الانضباط موجود في التدريبات، موجود في التعليمات الفنيه في المباراه، بيستمع الرجل جيدا الى اراء لاعبيه في طريقه لعبهم في بتاع، بيحاول ان هو اساسا يطور شيء بس يعني في حدود ما يسمح به الوقت المتبقي. طيب من خلال رؤيه حضرتك للتدريبات الاخيره، من وجهه نظرك مين هو البديل الاقرب لمحمد صلاح في حاله ان هو لا قدر الله ما لحقش ان هو يشارك في مباراه اوروجواي؟ هو مستر كوبر كان قدم البديل في اكثر من مباراه لعبها، في مباراه اليونان، في مباراه الكويت، في مباراه كولومبيا، في مباراه بلجيكا، قدم عده بدائل، كان من ابرزها وجود شيكابالا، من ابرزها طبعا يعني تغيير مركز عبد الله السعيد وتريزيجيه، والدفع برمضان صبحي من البدايه، كل دي مجموعه بدلاء. وهو مستر كوبر نفسه بيقول اساسا ان هو رغم حزنه على عدم وجود صلاح معاه في المباريات السابقه، انما هو مصر ان هو يزرع في لاعبته ان كره القدم دي لعبه جماعيه تعتمد على 11 لاعب وغيرهم من الاحتياطيين، ولا يجب ان تعتمد على لاعب واحد، رغم اهميه محمد صلاح لمنتخب مصر ولاي فريق بيلعبه، اللي هي اهميه لا تقل عن اهميه ميسي للارجنتين واهميه رونالدو للبرتغال. شكرا لك استاذ اسامه اسماعيل، مدير اداره الاعلام في اتحاد الكوره من روسيا.